السلام عليكم إخواني أخواتي، تحياتي للجميع. والله نجينا ونجيكم من هذا الوباء. وموضوعنا اليوم على قطعة نقدية معدنية مغربية من فئة 10 دراهم، إصدار سنة 2011 ميلادي. وهذه القطعة، هذه العملة مصنوعة من الذهب النرويجي، ولكن ردوا بالكم تسمعوا الذهب النرويجي، ربما كاين شي أشخاص ربما يشحب لهم باللي الذهب الحقيقي فغلط، او لا يخرج شي واحد يدير شي فيديو يقول لك عمله مغربيه من فئه 10 دراهم فيها الذهب وكتسوى الملايين فغلط. هذا الذهب النرويجي فهو يعني مزيج من 4 ديال المعادن، 89% من الكوبري والنحاس، و5% من الالومنيوم، و5% من الزنك، و1% من ستانيو. هذا الستانيو هو ديك المعدن اللي كيصنعوا به المعلبات. ويعني يدخلوا للموقع بنك المغرب، راه موجود فيه معلومات على هاد القطع النقديه ديال 5 وديال 10 دراهم. يعني هذا التاج اللي باللون الاصفر هو اللي مصنوع بهاد الماده ديال الذهب النرويجي، انما النواه هذا اللي في الوسط فهذه مصنوعه من الكوبري والنيكل، كيقولوا حتى 5 دراهم نفس الشيء. واللي عنده شي اضافه ولا شي معلومات اخرى فمرحبا، يخلي لنا التعليق تحت الفيديو. هذا الشيء اللي كاين، ردوا بالكم. يعني هذا الذهب النرويجي فهو ليس بالذهب الحقيقي والأصلي. إخواني أخواتي، كنتمنى تستفدوا من هذه المعلومات، وبالتوفيق للجميع إلى فيديو آخر إن شاء الله.